يا والله الا بديت كنصحاب لا بديت كندير العضلات. واش لا فامي السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. كنتمنى تكونوا كاملين بخير، مرحبا بكم في نهار جديد، مرحبا بكم في فلوق جديد. وحشتكم بزاف، سمحوا لي حيت ما كنقدرش نحط لكم الفيديو ديما كل نهار. علاش؟ حيت كاين بزاف ديال العوامل كونيكسيون، بزاف ديال العباد، وزياده على هذا الشيء كيخصني نبقى اكتيف في انستغرام، في الفيسبوك، في اليوتيوب، بزاف ديال مواقع التواصل الاجتماعي. حيت كل واحد منكم واش من موقع تواصل اجتماعي عنده ودير فيه كونت. داكشي علاش اليوم جبت لكم واحد الابليكاسيون اللي غادي تجمعكم كاملين غتجمعوا في ابليكاسيون وحده فيها كاع مواقع التواصل الاجتماعي. هذه الابليكاسيون سميتها باز. هي منصه التواصل الاجتماعي الوحيده حول العالم اللي كتنقل وجهات نظر متعدده حول الاخبار في حياتنا في ابليكاسيون وحده، واللي بطبيعه الحال كتدعم اللغه العربيه والانجليزيه. الحاجه الاولى اللي عجباني في الابليكاسيون ديال باز هي انها كتجمع جميع مواقع التواصل الاجتماعي، زياده على ذلك مواقع الكترونيه اخرى من بينهم مواقع التسوق وما الى ذلك. بزاف ديال الناس كتكون عندهم كونت في موقع التواصل الاجتماعي واحد، ولكن باز هي الحل صراحة، لأنها كتجمع لكم جميع مواقع التواصل الاجتماعي في الداخل ديالها، يوتيوب، فيسبوك وبزاف ديال المواقع أخرى. تقدر تربط أكثر من 150 حساب تواصل اجتماعي على منصات باز، وتقدر تبارطاجي في منصات التواصل الاجتماعي غير بكليك واحدة. والحاجة اللي واعرة بزاف صراحة اللي عجبتني هو أنك تقدر تقلب على الموضوع اللي بغيتي أو السوجي اللي بغيتي أنتايا بالضبط في جميع أنحاء العالم، أولا تقدر تختار غير الدولة اللي أنت بغيتي. مثلا نقدروا نختاروا السبور ونقدروا نشوفوا أخبار رياضة في العالم كامل، اولا نقدروا نختاروا غير المغرب مثلا ونشوفوا الرياضه في المغرب. واذا اختاريتي شي موضوع اللي عجبك تقدر تشوف الاخبار ديالو في جميع مواقع التواصل الاجتماعي، وبطبيعه الحال الا عجبك الموضوع تقدر دير الاعجاب، تعليق، تبارطاجي. واذا نتايا عندك شي موضوع بغيتي تبارطاجيه تقدر تكتب اي حاجه بغيتي وتبارطاجي اي موضوع اللي بغيتي ويشوفوه الناس ويناقشوه معك. واذا اختاريتي شي موضوع اللي في حاله دائمه من التحديث، يعني ديما كيجيو الاخبار ديالو جداد، تقدر دير ليه نوتيفيكاسيون، اي خبر اي جديد جا في ذاك الموضوع غادي يوصلك. وفي الاخر وصلنا لاهم حاجه اللي هي فين غادي نلقاو هاد باز الا بغيناه. ديسكريبشن بطبيعه الحال غادي تلقاو الرابط ديال منصه باز، من خلاله تقدروا تيشارجيو من البلاي ستور او من الايباد. سول الناس اللي عندهم الاندرويد او الناس اللي عندهم الاو اس ما كتبغيش تخرج لهاد الكلمه، او الناس اللي عندهم الايفون. واهم حاجه غادي خصنا نديروها ملي غادي تيشارجيو كاملين هاد الابليكاسيون اللي سميتها باز هو حنايا عائله فيصل فلوغ، خاصنا نكونوا واحد العائله في ديك الابليكاسيون. تما غادي تلقاوني غادي نولي نبارطاجي بزاف ديال الحوايج منصه باز، حيت صراحه لقيتها بلي كتسهل عليك الماموريه منها، تقدر بارطاجي في كاع مواقع التواصل الاجتماعي. وباش تابعوني في منصه باز ما عليكم الا ديروا فيصل فلوغ في روشيرش وغادي نخرج لكم. هذا هو الحساب ديالي في باز، ما عليكم الا ديروا فيصل فلوغ وغادي نخرج لكم وتابعوني. واش لافامي السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. كنتمنى تكونوا كاملين بخير، مرحبا بكم في نهار جديد، مرحبا بكم في فلوغ جديد. اليوم فقنا معطلين واحد شويه، كنا باغيين نفيقوا بكري مي الظروف ما ساعدتش، فقنا معطلين. غادي نخرجوا غادي نمشيو للبور باش نركبوا الباطو او اليخت، باش غادي نمشيو عاوتاني تلسيبو، من سيبو غادي نمشيو لمانيلا، من مانيلا غادي نمشيو لواحد البلاصه جديده، غادي نمشيو لواحد دوله جديده. الفلوق ديال اليوم غادي تكون فيه بزاف ديال الحوايج، كملوا الفلوق غتشوفوا شي حوايج اللي غادي يعجبوكم. غنمشيو لدوله جديده، غنخرجوا من الفلبين، هذا هو اخر نهار لنا في الفلبين، وغادي نمشيو لواحد الدوله جديده اللي واعره بزاف، اللي فيها ما يتشاف بزاف، كنظن على ما كيقولوا حسان من الفلبين. غادي نمشيو ونكتشفوها كاملين. ما عرفتش علاش هاد اللبسه هادي كتبين لي طويل، كنبان طويل، ما عرفتش انا جاني راسي طويل بزاف بهاد اللبسه هادي. هاد لوطيل هذا شدينا بشي 60 درهم تقريبا، شطا كبيره راه، راكم شفتوا الشومبر ديالو كي دايره، كبيره وفيها تلفازه، كليماتيزور، دوش كبير، ناموسيه كبيره، بجوج طبالي، وحده فاش تقصي وحده فاش تخدم، وماريو كبير، شومبر لي زوينه. هانتوما كي داير، هذا ماشي جيست هاوس، هذا اوتيل كاين في طاق بيلاران، هاد البلاصه سميتها طاق بيلاران. هانتوما لوطيل كي داير شفتوه، هي الدخله ديالو، هنا كتجي تريح الا بغيتي تفطر ولا تقصي ولا تخدم البيسي ديالك ولا شي حاجه. الويفي كاين، كلشي كاين، بالليل تقطعتي باغي تقصي كاين عندهم فين كيبيعوا اللعيبات. واحد الحاجه اللي واعره بزاف في هذا لوطيل ولكن ما استغليناهاش للاسف حيت ما عندناش الوقت، هي لابيسين. عندهم لابيسين واعر وكبير بزاف، كاين من الجهه الاخرى مي ما استغليناهش. علاش؟ حيت كانت عندنا غير ليله وحده وبقينا سهرانين على المونتاج وفقنا وحنا خارجين دابا. و الى جيتوا لطاق بيلاران وبغيتوا هذا لوطيل هذا تعرفوا فين كاين، غادي غير تسولوا على الكنيسه الكبيره، ها هي هذه هي الكنيسه الكبيره او لوطيل كاين لهيه. احنا وصلنا للبور اخوتي، احنا دابا غادي نطلعوا اليخت باش نمشيو. انا ما عرفتو صراحه واش يخت ولا باطو، شوفوا قد جات العجب هذا، يخت كبير وباطو صغير. نصيحه لكم الا كنتو غتسافروا في شي يخت اختاروا الفوق باش تستمتعوا بدوك المناظر اللي غتشوفوا، خصوصا الا كنتو بحال هاد البلايص غتشوفوا الجزر والعباد.
ثاني دابا المطار حتى مطار بوكس ما كانش هكا داك النهار. ما بانش لي هادشي داك النهار. شوفوا كي داير كيبان لي بوكس زوين عرفت واش بدلو شي حاجه من داك النهار اليوم ولا ما عرفت. المهم المطار كيبان لي زوين دابا نمشيو نديرو التشيكين ديالنا اير ازيا مقطعين مع اير ازيا اصلا باش تجي من مانيلا نسيبو ولا نسيبو مانيلا بحال لي فول صغار كيكونوا مع اير ازيا. اخباركم انا الله غادي ناكل شي لعيبات من ماكدو يلا غادي نقصيها في الموت خصني ناكل قبل ما نطلع للهوب. صبرت في داك الباطو الطريق كامله ما بغيتش نقصي علاش كنت جيت هذه المره جلست وسط الناس يعني ما جيتش ماشي بحال ديك المره فاش كنت غادي كنت جالس اللور بوحدي انا وناط. هذه المره جيت وسط الناس ما جاتنيش يعني نبقى نقصي قدامهم وحداهم فهمتي. العصير سخن كيما كيكون فيه الشوع واخا هادي تبرد وهذا يسخن غاتقصيهم. حلوه ديال الفيليبين فيها الشوكولاته بلاها ياك الشكلا. عرفتي اخوتي بقيت كنقصي كنخشي في وجهي تعطلت على الفور تعطلنا الفور تعطلنا عطلنا وقفنا طيارة. حنا بجوجنا وقفنا طيارة سربي سلمان هذاوي والله إلا بجوجنا وقفنا طيارة كلشي مشى كلشي دخل بقينا بوحدنا. الطيارة كتسنى فيصل وعد الصامات ناري سلمان هذاوي السروال كيطيح ليا على الله. واو اخيرا اخيرا الخوت وصلنا. حتى كانت غتمشي علينا الطياره جرى جرى باش شدينا واخيرا شدينا الفول ديالنا. عطلتينا الصوت دابا قص الصوت بقيتي كتخشي في وجهك حتى انت تخشي في الصوت. حتى احسن احساس في هذا الشيء كامل واخا كتجريو العذاب هو انك تكون غادي في المطار الغضب ديال الناس في المطار وتسمع سميتك ميسيو فيصل الواسلي عسر بيت القدره وقفتي في الطياره. Water landing, remove sharp objects from your body, sleep best overhead. Take the tape around your waist. اخيرا وصلنا مانيلا المدينه الجميله. اخيرا وصلنا مانيلا المدينه اللي كتعجبني. صداع صداع هنايا بوقت الداخل والباقه ما بغيتش نصدعكم. حتى حنا عاد شدينا اوبر باش غادي نمشيو للوطيل نهزو الباكاج ديالنا ونرجعو عاوتاني للمطار. عرفتي فاش وصلت لمانيلا حسيت براسي بحال دخلت لاكادير عرفتي حسيت بالراحه. حيت هاد المدينة كتعجبني والله العظيم سي لا 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 واحد السيكتور هنايا كي داير في ماكاتي. ماكاتي كاينة في مانيلا بحال قلتي المعارف في كازابلانكا ولا سيتي معروف في كازابلانكا ولا خوتنا هنايا محتفلين. الله واش هذا بقى حوايجنا ولا لا؟ حوايجنا خليناهم هنا خمس ايام ما عرفناش اش غادي نقراهم ولا لا سوير فيهم ولا لا. صاتش العلاوي شوفوا الخوت شوفوا لي باكتاج الحاله خلينا اليوم نودعوا هذه المدينه اللي واعره بزاف نقولوا باي باي مانيلا نرجعوا لك ان شاء الله شي مره اخرى من بعد واحد المده اللي طويله ان شاء الله عاد غادي نقدروا نرجعوا ليها واحد المده طويله بزاف عاد غنقدروا نرجعوا ليها. عندنا فيها واحد النهار عندنا فيها غير اسكان لواحد دوله اخرى ان شاء الله. كانت وحشه هذه المدينه والله الا عجبني هذه المدينه ديال بصح وحق الله عرفتي ملي دخلت ليها جاب لي الله راسي بحال دخلت لاكادير عرفتي جاب لي الله راسي بحال مشيت للمدينه بحال رجعت لاكادير فهمتي حسيت بالراحه ما عرفت علاه. سو دابا جينا الكاي اف سي باش نتعشاو عاد نمشيو نعمروا الكريشه الصات ياك باش حتى لو وقعت شي حاجه في الطياره متنا ولا شي حاجه موتوا حنا شبعانين. ما تعرف اخويا كيفاش الله يستر قدر لك الله تموت اليوم راك غتموت والو وتقول واخا تقول الله يستر التدعية راك غتموت الا قدر لك الله تموت غتموت انت وبقى انا حي يلا هادشي اللي بيتي. اول مره في تاريخ ديال كاي اف سي شي حد يدير هاد الحاله هادي شوفوا باكتاج عامر هادشي اول مره واقيلا شي حد يدير هاد الحاله في شي كاي اف سي. احنا الخوت عاوتاني شدينا اوبر باش نمشيو للمطار. الطوموبيل هي فاش جينا رخيصة وواعرة. دابا جينا باش نعبروا الباكاج ديالنا نعرفوا شحال عندنا حيت في الفول عاطينا غير 20 كيلو صوب بغينا نعرفوا الباكاج ديالنا واش فيه 20 كيلو لتحت ولا اكثر. الا كان اكثر غادي خصنا نقصوا في ليساك اللي غنطلعوا معنا الطياره باش نخلصوا غير باكاج واحد باش نقتصدوا. هاد اللعيبات بعدا دايرينهم باش كتعبر دايرينهم فابور كاين المطارات اللي كتخلص على هاد اللعيبه باش غير تعبر الباكاج ديالك. كلشي على الشكلاط العشير الفطور العشير هادشي ما خوتي لقينا في الباكاج زايد عندنا 5 كيلو سو هاد 5 كيلو هادي غادي خصنا نفرقوها في ليساك اللي غنطلعوا الطياره باش اننا نقدروا نخلصوا غير 20 كيلو في الباكاج. شحال هنا غير 50 كيلو.
عندنا الفول مع 8 الصباح، جوج حوايج ما بغيناهمش الا مشينا بيتنا في لوطيل. اول حاجه اننا نخلصوا ليلة غير هكاك، وحنا عندنا الفول مع 8 مع الصباح، حنا خاصنا نبروفيتيو حيت باقي كيتسناونا بزاف ديال الحوايج غادي ندوزوهم، دونك خاصنا نبروفيتيو ونختصروا الفلوس. الحاجه الثانيه هي اننا خايفين يدينا النعاس اولا نتعطلوا على الفول الا بيتنا في لوطيل حتى الصباح، داكشي علاش قررنا اننا غادي نباتوا في المطار. فوالا غنجلسوا وباتوا هذه الليله في المطار. الصباح ملي توصل 8 ان شاء الله غتلقانا دخلنا للطياره ومشينا في الرحله ديالنا نحو بلد جديد. صراحه هادشي عجبني انني نبات في المطار، عجبني والله العظيم، هكا كتحس بحلاوه التريب ديالك فهمتي، ضروري خاصك تكرفص شويه تبات في المطار فهمتي، تجري تعطل على الفول وتجري وتكرفص وتقدر تبات في الزنقه وتقدر داكشي علاش جايبين معنا لاطونت، حيت باقي غادي نعيشوا شي حوايج اللي علم الله شنو كيتسنانا ما عارفين شنو الوقت شنو مخبي علينا في المطار. انا ملي كتدخل كتلقى بزاف ديال الناس كوار بون عارفين عندهم هاد لي دي كيعجبني فيهم هاد العقليه، كتلقى الكوار بزاف، الكوار بزاف هما اللي كيباتوا في المطار، يعني كتلقى جايب الباكطاج ديالو هو ومرتو هو والمدام ديالو او لا صاحبته ولا اش كتجي وبايتين في المطار، ما سوقهمش مشغلهمش في العالم، ما سوقهمش بنادم، بايتين ناعسين بخير بيس يا سلام. هادشي زوين تعيش بحال هاد الامور، والله الا احسن حاجه هي انك تعيش تريب على انك تعيش السفر. خليني من السفر لانني نمشي نشد اوتيل ديما ونخلص اي حاجه بحال هادشي اللي عشنا دابا، اوتو ستوب بر على ماكله فابور صوفي راسك بات في مطار بحال هادشي هو اللي كيعجبني انايا. علاش؟ حيت كدوز واحد التجربه اللي كتعلمك شحال من حاجه، كتعرف قيمه شحال من حاجه، وكتعرف حتى قيمه الشخص اللي معاك في التريب، الشخص اللي مسافر معاك سواء كان دري او دريه كتعرف قيمته وكتعرف واش كيستحق انك تسافر معاه وتعتمد عليه. صافي غادي نعسو خوتي، غادي نجبد عليها واحد شويه، غادي نهبط الباص، غندير هاد اللعيبه هكا ونعس. راكم تما حتى الصباح ان شاء الله. صباح الخير عليكم. صباح الحال، درت واحد العشاء خفيفه صغيره، المهم جانا تلقاني ناعس، عرفتي كنت هزيت البيسي ديالي بقيت كنمونطي، باي ذا واي وقيت اكسبورتا، ما هو الفلوق كيت اكسبورتا عليكم، هزيت البيسي بقيت كنمونطي واحد الوقيته داني النعاس، البيسي فوق من رجليا ونعاست وجانا هو اللي فيقني. دابا هذه 6 ديال الصباح غادي نفطر، بقى لي واحد شويه العصير داك اللي كنت عشيت به، ديك جوج حليوات ها هما غادي ديباني راسي بهم، المهم غادي ديباني راسي حتى نوصل. عندي الزر علاش جبت معايا هذا الشيء، ناض دابا مشى باش يخلص الباكاج، دونك غادي نفطر بما اكسبورت الفلوك ونابلودي لكم نخلي بريفي حتى نوصلوا ان شاء الله، توصلوا لقيطه ونبارطاجي لكم. عرفتي دابا قدامي عامر بالناس 6 ديال الصف بغاو يدخلوا للبوردين، بزاف ديال الناس هنا بالباكاج ديالهم. بسم الله والله الا الناس ديال المطار واعره وحق الله، الدوله اللي غنمشيو ليها ان شاء الله واعره بزاف، حتى هي معروفه بالجزر واللعيبات ديالها واعره بزاف 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 والله، من بين الدول اللي كنت كنحلم انني نزورها، حيت فيها تقريبا شي 14000 جزيره، تخيلوا معايا 14000 جزيره هي عباره كامل على جزر، بطبيعه الحال ما غنقدروش نزورو 14000 جزيره وانما غادي نستهدفوا الجزر اللي معروفه فيها واللي واعره. عاوتاني تعطلنا على الفوق وحنا بايتين في المطار، نهار تمادنا مع التعطى اليوم، اللي عطلنا هو الباكاج، كنمشيو كنعبروا الباكاج كيقولوا لنا لا رجعوا خصكم تقسموه، مشينا قسمناه قالوا لنا لا خصكم تخلصوه جوج مرات ورجعنا عاوتاني جمعناه في واحد ونقصنا، المهم خدمنا معاهم شويه ديال تمغربيت، المهم خدمنا معاهم شويه ديال تمغربيت حتى خلصنا باكاج واحد جمعنا فيه كلشي ديالي وديالنا، نهضر مع الطال باقي النور، انا جيت كنجري هو جاي دابا في الطريق باسبور ديالي، خليها هذه تزيد راسها. نكتبوا على بلاصتنا 23 اف. اوه اخيرا هاد المرة ما جاش ناض حدايا في البلاصة، جا حدايا تيتيز اخوتي تيتيز الفلبيني. واو صوم صباح زين هذا، فاش فقنا وحنا معطلين وهذا، المهم الحمد لله دابا غادي نشدو الطريق ان شاء الله لواحد البلاد اللي زوينة ما بعيداش بزاف على الفلبين، مي واعرة زوينة بزاف كيما قلت لك. بقيت عاوتاني بوحدي في الطيارة، بقيت بوحدي في الطيارة تسنيدهم تهبطوا كاملين باش نصور على راحتي عاوتاني، اصلا ضربت هاد العصا. باي ثانك يو. اخيرا وصلنا يا خوتي، دابا نقول لكم ما بغيتش نصور لكم عاوتاني لي سينيماتيك ديال السماء، عاوتاني صور السحاب صور البحر صور الحجر صور صافي بارك، داكشي علاش درت لكم في داك السينيماتيك ديال فض، ماشي سينيماتيك هو درت لكم فض صافي، طلعنا هبطنا مشينا وصلنا، اللي بغى يشوف السما خويا شوف السما تلقى خدمه خويا الله يا ودي. نمشيو نهزو الباكاج ديالنا ونمشيو نشوفو شنو غادي نركبو هاد البلاد هادي، علم الله كي غادي يكون البلان فيها، كيفاش غادي نسيرو ريوسنا عاوتاني، كيفاش غادي نبانيو ريوسنا في هاد البلاد، الله اعلم مازال ما عارفين والو. هاد الدولة اللي جاني ليها فيها العربية.
انتوما شوفوا على حاله هذه راه كنصور لكم دابا في المرايه كتباني يا سلام بحال شي حد كيصورنا هذا هو الطراز اخوتي ما عليكم الا بالصبر عرفتي دازت علينا شي لعيبات دابا عالم دخلنا لواحد البيت وبقاو كيسولوا فينا وشحال ديال الاسئله وشنو غديروا هنا وشنو كديروا والوطيل التيكي ديال الخروج عرفتي شحال ديال الاسئله دابا غادي نقول لكم فين ولكن غادي نقولها لكم بالطريقه ديالنا ليديز اند جنتلمان ويلكم تو اندونيسيا مرحبا بكم اخوتي في اندونيسيا جينا لاندونيسيا انا وراس القرعه غادي نحمقوا حتى هي نديروا فيها دي فيديو اللي واعرين ان شاء الله شي حاجه اللي حمقه بزاف ان شاء الله وغنطلعوا الدرابو ديال بلادنا في اندونيسيا العلم الوطني كما طلعناه في الفلبين غنطلعوا في اندونيسيا ان شاء الله انتوما اخوتي حنا باقيين كنتسكلوا في المطار نقلبوا فين نشريو كارت سيم فهمتي حيت خاصنا كونيكسيون دونك ضروري خاصنا نشوفوا العمله شحال ساويه هنا خاصنا نشوفوا اوبر واش كاينه باش تدينا حتى لوطيل خاصنا شحال من حاجه وخاصنا نشوفوا هذا المنظر اللي كاين مورانا شوفوا هذا الديكور شوفوا البلان كي داير زوين هذا البلان معلقين داك السنيديقات تما هكا زوينين واه شي دايت امنيه باش نديري الفلوس شوفوا شحال عطاوني مليون والله العظيم الا مليون ديالهم هذه هانتوما كل ورقه فيها 100000 تخيلوا معايا مليون هنايا ما وصل عندنا حتى 1000 درهم تقريبا عرفتي شنو هادشي هنايا وتشد مليون راه بزاف كنحس براسي غني في هذه اللحظه والله ماي خالف ماي فايك ماي فادر ماي مادر عرفتي شنو وقع لنا واحد البلان دابا اللي تلاقى معنا في المطار كيشوفونا غاديين كيوقفونا كيهضروا معنا كيسحب لهم حنا سواعده كيقولوا لنا واش نتوما من السعوديه كيهضروا معنا بالعربيه وكيقولوا له السلام عليكم وين نتوما من السعوديه داكشي علاش انا غادي انا ونهضوا طرقنا في المطار كنبقاو نقول والله ماي خالف اش تبي بدك ميت لاقا ولا غنجروفر وبعد عناء طويل واخيرا وصلنا للوطيل عرفتي واحد لوطيل كيداير واحد لوطيل خرافي ديال بصح شوفوا معايا دخلنا هذه هي الدخله هنا كاين الدوش هنا كاين الدروج تحت الدروج كاين فين تحط لي باكتاج ديالك واللعيبات هنا حاطين لنا بيموات اللعيبات كانوا قصيو المرايه شوفوا معايا الا بغيتي تنعس كطلع على هذا الدروج هذا الناموسيه كاينه الفوق كتزيد طلع زيد طلع زيد طلع زيد طلع ناري مستغلين الفوق دايرين فينا ناموسيه بوحدها انتوما كاينه الكليما وكاينه التلفازه والكونيكسيون تخيلوا معايا وصلت حتى 30 ميجا في الداونلود و5 ميجا في الابلود يعني لي فيديو غنابلوديهم هنايا ما غاديش نخسر الكارت جي واو تصفقوا عليا ضربت بواحد الهويشة واعرة عرفتي دابا خوكم مسخسخ ديال بصح درت واحد التحدي مع راسي هو انني وليت كنتريني وليت كنضرب تراكسيون مرة مرة وليت كنتريني البيسيبس وهذا داكشي علاش كتشوفوا هذه التنفخات دابا حيت ترينيت قبل ما ندوش سو درت واحد التحدي مع راسي هو انني خصني نبقى مرة مرة ماشي مرة مرة كل نهار خصني ندير واحد الحصة في الصباح ملي نفيق وبالليل قبل ما نعس نتريني نضرب تراكسيون نضرب لابار فيكس المهم نتحرك خصني نتريني واحد شوية باش المهم نستغلوا هذا التريب هذا نقدروا نبدلوا فيه شوية لوكور ديالنا ما تعرف يقدر يتبدل الاحسن يقدر يتبدل الاسوأ ماعرفتش المهم هو غادي يتبدل سو هادشي اللي كان اخوتي غادي خصني نطلع الفوق باش نعس حيت دابا عندنا الفوق فهمتي ولا عندنا السفلي وبروميير غادي خصني نمشي نطلع نعس حتى كيتسنى النهار اللي غادي خصنا نكتشفوا فيه جاكرتا ما عرفت كي غتكون جاكرتا نقدروا نصوروا فيها غير نهار ابخي نمشيو نهبطوا للجزر نشوفوا بالي نشوفوا الجزر الاخرين المهم نكتشفوا اندونيسيا فيها بزاف ما يتكتشف الجزر ديالها عندها دي بلاج اللي واعرين بزاف الجزر اللي واعره بزاف عندها المزارع ديال الاروز ديال الروز خصنا نمشيو نكتشفوهم حتى هما غنخليو هادشي كامل نكتشفوه في الفلوج الجاي ان شاء الله عندكم شي اقتراحات شي حاجه الناس اللي عارفين اندونيسيا اكثر مني عارفين بلايص اللي واعرين خليوها ليا في لي كومونتير نكتشفوهم نشوفوهم جميع عندكم شي افكار جداد خليوها ليا في لي كومونتير هادشي اللي كاين سو على سلامتنا اللي وصلنا غادي نمشي نتلاح نعس هي ديال بصح اللي عجبكم الفيديو دير لايك تلا فيوسكو كابريكو كاملين باي جاكو لا هو هذاك خصني نزيد نزعم واحد شويه نزعم شويه غادي نكون اليس جونسينا ديال المغرب فوالا voilà.